تنظيم داعش باعتقال صاحب محل في منطقة السرج خانة بسبب متابعته لقناة الموصلية. الله ينصركم يا شباب، الله ينصركم. 15 أراضي، الله ينصركم يا منصورين. عمد تنظيم داعش على منع المواطنين من مشاهدة قناة الموصلية الفضائية تحديدا. هلا 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 هلا، والله ما خليكم داعش. شوف انا الاسباب كلهم، والله والله الاسباب. اخواننا انحرمنا من اخواننا، والله لا ينطيهم ان شاء الله، والله لا ينطيهم ان شاء الله. معنا ثلاثة. وين فهد ابراهيم ومصالح الجيش؟ الله ينطيهم ان شاء الله. I'm gonna stop, I'm gonna stop, I'm gonna stop.